الحمد لله الملك العظيم المتعال الفرد الحمد الجلال، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو المتصرف في الأقدار سبحانه وتعالى بجميع أنواع تصاريفه. نشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه ومنتخبه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكمل الرجال الذين ذكرت في وصفهم في كتابك يا رب العزة والجلال، فقلت من المؤمنين رجال. والرجال هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله تعالى عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. والحقيقة كما قال الله تعالى أن الواو واو تحقيق في هذا المعنى، وما بدلوا تبديلا. المناسبة مناسبة حولية الإمام الفخر فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ساكن عينات، الولي الصالح الناصح الذي عاش مجاهدا وعاش عالما وعاش تقيا وعاش مصلحا وعاش مبلغا لرسالة الله ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع كمال القيام بحق العبودية لله وحق القيام بما عليه الناس وهكذا. فنجد أن مثل هؤلاء الرجال الحقيقة هم بمعنى الرجولة الكاملة التي وصفت في كتاب الله سبحانه وتعالى في كلامه 3 مرات فقط، فهم حقيقة بهذا المعنى كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه وتعالى في وصف الذين ابتنوا مسجد ضرار في المدينة، فأشار الله تعالى لنبيه أن لا يقوم فيه حتى قال له تعالى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. يعني هناك مسجد آخر مؤسس على التقوى وهو قباء، أحب أن تقوم فيه. من فيه يا رب؟ قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هؤلاء المتطهرون الذين يحبهم الله كانوا يتبعون الحجارة بالماء في الاستنجاء، فجاء لهم المدح والثناء من الله سبحانه وتعالى. فهكذا تجد أن معاني الرجولة هذه العظيمة التي تجلت في هذا الرجل، وصار هذا الرجل إماما وفاضلا ومفضالا ومربيا ومزكيا، جزاه الله عنا وعن الإسلام كل خير، يقام في هذه السنة بل وفيه سنوات سابقة في هذه البلد المباركة، بلد ماليزيا، البلد إن شاء الله التي نرجو الله تعالى أن تكون بلد خير وبلد بركة وبلد صحة وبلد هداية وبلد محبة لله ولرسوله ولأوليائه، محفوظة من شر الأشرار وشر طوارق الليل وطوارق النهار. آمين يا رب العالمين. أرجو أن تدوم هذه الحولية في هذه البلدة بل كما هي في كثير من أصقاع العالم. ومن هنا نرجع فنقول أن هذا الإمام الشيخ أبو بكر بن سالم رضي الله عنه وأرضاه كان كثيرا ما يربي المريدين لديه، وهو مما شهر عنه كثير من مناقبه، وشهرت عنه هذه العبارة التي يقول فيها من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط. هذه العبارة الشهيرة العظيمة التي تكون في مجال التربية، التربية للنفس، التربية للروح، التربية للعقل، التربية للمجتمع، التربية للغير،
من نظر إلى نفسه بعين الرضا. كيف نظر إلى نفسه وهو راض عنها؟ قال نظر الله إليه بعين السخط. ومن نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا. ومن هنا كانوا يقولون السلف الصالح أن النفس حية ما دامت حية، أيوة، فهي تلدغ صاحبها من جحر إلى جحر، فيعيش المؤمن أحسن في مكافدة هذه النفس حتى يحيا روحه ويحيا قلبه وتزكو فؤاده. ومن هنا نرجو الله تعالى أن يعين القائمين على هذه الحوية، وأن يبارك فيهم ويبارك في هممهم ويأخذ بأيديهم لما فيه الخير والصلاح والنجاح. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.